السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنعمل طبق أو سندوتش كبدة بالبصل. أنا طبعا قطعت الكبدة مكعبات زي ما احنا شايفين، قطعت فلفل أخضر، قطعت طماطم، قطعت بصل، وحطيت الزيت على النار، شوية زيت صغيرين، ونزلت الخليط كله زي ما احنا شايفين على في الزيت، وهديه تقلبتين أو ثلاثة كده، يعني تقلبتين كده، وأرص عليه فلفل أسمر وكمان رشة ملح. ركزوا يا جماعة شوية معايا في الخطوات بالظبط، لأن الطريقة هي يعني صعبة شوية، بس لو ركزت إن شاء الله تكون سهلة معاك. وبدي تقلبتين ثلاثة، وبعدين بنزل بالكبدة. الكبدة طبعا نقعتها خل وليمون وغسلتها كويس جدا، وبعدين بدي تقليبة وعلى نار هادية بغطي عليهم. الكبدة ما بتطولش، قربت تطير اهي، هستنى بس لما تنشف شوية، وبعدين خلاص كده جاهزة ما شاء الله، جاهزة للأكل. ولا أطعم من كده. يا رب تكون عجبتكم الفكرة وتنفذوها حالا، وتقولي رأيكم في التعليقات. أحلى وأطعم سندوتش كبدة هتاكله في حياتك. استنوني في فيديو جديد وتقول درس جديد وطبخة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.